وهزم جند امريكا الطغاة الظالمين وجند الحلفاء المعتدين. ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك. اللهم اغرقهم في ارض الرافدين حتى يستغيثون فلا يغاثون. اللهم اجعلهم يستغيثون فلا يغاثون. اللهم اجعلهم يبحثون عن سبيل للخروج فلا يستطيعون. اللهم انا نسألك ان تزيد من ورطتهم في العراق. اللهم انا نسألك ان تجعل العراق مسمارا في نعش الجبروت الامريكي. هذه المدينة مدينة بوسطن هي من اعرق المدن العلمية في التاريخ، ففيها اكبر جامعة التي تحتل الرتبة الاولى عالميا في تصنيف الجامعات من حيث الانتاج العلمي. جامعة هارفارد ثم جامعة كامبريدج. الانسان يتعجب ولا عجب ان الانسان الحضاري يصل بانسانيته الى اعلى المراتب في العطاء. هنالك ما يسمى باكبر مستشفى في العالم. الغريب في هذه المساله ان الانسان ياتي الى هذا البلد وهو مريض وليست له الحق في ان يتداوى في هذه المستشفيات. يؤخذ الى هنالك، لا يسأل عن اسمه ولا عن جنسه، ثم يقوم بتسجيل اسمه فيدخل إلى السيستم ومن هنالك يتلقى العلاج يعني مجانا، ولا يسأل أبدا عن تأدية ثمن العلاج. مجتمع الوفرة وفر هذه الأمور لكل الناس. سبحانك ربي سبحانك، الكل يتداوى بشكل متساوي. هذه إذن بعض الأمور التي أردت أن أتحدث عنها. حدائق واسعة، ملاعب للأطفال، مكتبات، جامعات ومستشفيات كبيرة جدا. ما يمكن أن نخرج به من انطباع أن عالم أمريكا يختلف عن عالم أوروبا، حتى ولو انتموا جميعا إلى الغرب، هو عالم تذوب فيه جميع الأعراق والأجناس، فلا عنصرية هناك. أنه مجتمع متفتح جدا، يفتح لك الآفاق لكي تساهم في بناء الحضارة.